ما ينفع كده يا جدع، على اخر الزمن تيجي تقول لي انني سرقت فلوسك؟ حرام عليك، ده انا كنت ابوك، كنت مربيك وانت صغير. صدقني والله العظيم كنت ما قصرتش في حقك ابدا. تيجي على اخر الزمن تتهمني اني تقول ان انا خدت فلوسك؟ حرام عليك، ده انا ابن مصر، ده انا صعيدي من الصعيد، عايش هناك ولي عمر طويل قوي قوي قوي. امال ايه؟ والليله بقى انا بقول لك ايه يا اخويا، اذا كان اللي بيننا وبين بعض بقى قرش يبقى جديه، احنا خلاص ما عادش ينفع معانا ايه اي تفاهم تاني، اي حد ياخد حقه كده ايه ويروح على حيله. واقول لك ايه، مراتك اللي انا جوزتها لك دي مش عايز حقها ابدا. وخلي بالك المأذون طلب مني 200 جنيه بس هدفعهم له من جيبي، مش هكلم حد بقى خالص. ده انت بقى ايه، خلي بالك من نفسك انت بقى عشان ايه ما اقطعكش حتت، خلي بالك من نفسك عشان ما اقطعكش ايه حتت.